توقعات النقاد الرياضيين النهارده عن الماتش. معانا النقد الرياضي الاستاذ عصام شلتوت، برحب بحضرتك استاذ عصام. اهلا بيك يا استاذه، واهلا بكل جمهور برنامجك المحترم. استاذ عصام، خليني اخد كده في البدايه، توقعاتك ايه النهارده للمباراه؟ هنعمل لا هذه المباريات لا يمكن فيها التوقع، ممكن يعني يكون فيها الاماني الطيبه من الجماهير، اللي طبعا بقول لهم مشكورين كعدد جماهير مصر، لكن ليس بالدعاء وحده، انتم في حاجه لرساله للاعبين، اقرب ليه رساله يعني مثال لهذا المدرب المحترم صاحب تاريخ يعني مع منتخب بلاده وهو البرازيل، صاحب ذهبيه ايضا في هذه الاولمبياد يعني قبلا، وبالتالي هو قال لهم لابد ان تكملوا طريقكم، لابد ان تعرفوا ان كره القدم بالعرق، وان تكون في الملعب جاهز لتنفيذ كل ما لديك من ما عاهدته في المران، يقصد يعني الطريقه والخطه، وبالتالي اللي هيجود يجود من خلال ده. يمكن انني لما قال للجمهور العظيم نحتاج الدعاء، يقصد بعد ان ادينا الكثير والكثير من التدريبات، وان كل لاعب عمل اللي عليه يعني حتى الان قبل المباراه بساعات يعني. وبالتالي المواجهه مع فرنسا ليست بالسهوله وليست بدعاء. هذا الفريق يعد منذ ان كان منتخب ناشئين، وهذا ما نفقده مع الاخوه اللي هم شبه اتحاد الكره اللي بيديروا الكره المصريه، تمام؟ وبالتالي ليس نتاج ان الانديه لديها نجوم تحت 23 سنه فيكونوا هذا المنتخب القوي، وكعاده لاعبي مصر في كل الالعاب بيجتهدوا جدا، فما بالنا لما جه مدرب محترم ومحمد بركات الحقيقه اللي سكت يعني كثيرا، لكن واضح ان هو كان مؤثر جدا كمشرف على المنتخب، اكتشفنا ده لما غادر مع البعثه صوب عاصمه النور والجمال باريس يعني. وبالتالي يعني هذا الجيل في فرنسا هو جيل المستقبل الفرنسي كما يسميه الضيوف، ومن ثم لازم حضرتك بكل جمهورك يبقوا عارفين ان حتى البناء الجسماني حتى الجينات بيحصل عليها دراسات. نحن تقودنا مجموعه بكل اسف لا يمكن ابدا قبولها مجددا لقياده الكره المصريه، وعلى مسؤوليتي مش عايز اسبب حرج لبرنامجك، وانا بقول ده في كل مكان حتى في وجوههم، لان هناك فرق بين شخصيه العمل والاشخاص، الاشخاص اصدقاء وعشره 20 سنه على الاقل. ايه اللي احنا ممكن نطلبه من الاتحاد يعني المصري ان هو يعمل ايه؟ ايه الخطوات؟ نطلب منه ان يغادر وان يحضر اشخاص ليسوا يجلسوا على الترابيزه، علشان هم اللي يفكروا في كل العالم يا استاذه، لا ياتي مجلس اداره ليفكر، ياتي ليجلب مدراء فنيين للاتحاد، ياتي ليدبر امر كل مدير فني لقطاع ناشئين، ياتي لتجديد مسابقاته، ياتي لعمل دوريات، منها دوري اسمه دوري الريف كده اللي هو تحت 23 سنه اللي بيفرز منتخبات اولمبيه في الاخر، او لا يعملوا الا يعني على الوش او عناوين رئيسيه. احنا قادرين يا استاذ عصام او عارفين ازاي نصنع نجوم رياضيين؟ طبعا طبعا، اذا جاء الرجل المناسب في المكان المناسب، والدليل ان ما فيش غير بتوع الكره دول اللي احنا مش قادرينهم في كل مناحي الحياه في مؤسسات الدوله. هناك محاولات رغم يعني صحيح. اننا يعني بنكون غير راضين بالكامل، لكن على الاقل يعني الناس دي بتشتغل. اشمعنى دول اللي محدش قادرهم يعني؟ واشمعنى دول اللي راكباهم يعني الفقاقه يعني بالبلدي، ان هم اللي بيقرروا وهم اللي بيختاروا؟ كل العالم لديه اتحاد، ده في حاجه اسمها اللاعبه، في حاجه اسمها معاه شهادات في الاداره ولا لا، حتى رابطه الانديه لابد ان تشكل من ناس مش هم اللي يبيعوا ويشتروا، بيجيبوا خبراء تسويق، لدرجه ان حضرتك يقولوا لك تعالي اشتغلي معانا بجنيه، تقول لهم لا انا عايز مليون جنيه، صحيح ان ادخل لكم كذا وماذا، انما الشغلانه بالبلدي كده مش نافعه، فبلاش نضيع وقت حضرتك ووقت جمهورك في ان احنا نطلب منهم، هم غير قادرين على اي فعل بالمناسبه يعني. انا يعني احنا يعني في النهايه بقى النهارده استاذ عصام، احنا كل امنياتنا للفريق ان احنا بندعمه النهارده، خلينا يعني اكيد ملاحظات حضرتك وانتقاداتك يعني طبعا محل تقدير، لكن خلينا النهارده يا استاذ عصام، انا بشكر حضرتك النقد الرياضي الاستاذ عصام شلتوت، ندعي